على رأي المثل المؤمن مصاب. ولو ان المؤمن الايام دي بيقولوا عليه متطرف وارهابي اخ هاني، ولا انت ايه رايك؟ انا رايي ان الايمان مطلوب لكن العنف لا، حتى ولو كان في سبيل اصلاح المجتمع. يا استاذ مصطفى، العنف بيؤدي الى مزيد من العنف. الحكومه هي اللي ابتدت، يعني ده مش مبرر برضه. شوف اخ هاني، لا حل الا اقامه المجتمع الاسلامي، صح ولا لا؟ شوف اديك سكت. صدقني مش عارف اقول لك ايه، اصلي انا لا تقل ولا تزيد يا اخ هاني. انت عجبك هذه الحكومه كافره؟ هذه الحكومه لا تقيم الحد ولا تقطع يد السارق، مش كتاب الشغل والنصارى. هم اللي يعيشوا منين يا استاذ مصطفى؟ على الاقل ما بقاش منهم رؤساء للمسلمين، يعني يشتغلوا كلهم خدامين. والله اللي مش عاجبه يمشي. يمشي يسيبوا بلدهم؟ طب يروحوا فين؟ لا تناقش ولا تجادل اخ هاني، انت مش مؤمن؟ طبعا. هات ايدك، هات ايدك في ايدي ونتعاهد سويا بعد قراءه الفاتحه على ان لا نتوقف عن الجهاد مطلقا في سبيل اقامه. شفت يا عمو، انا وطنط جمعنا لك الوقت وكله علشانك. حلو، يلا بينا يا مان. ما لسه بدري يا استاذ هاني. معلش مضطر امشي، هنكمل حديثنا بعدين يا اخ هاني.